احنا بنختص بكل ما يحتاجه الطفل، سواء الطفل الاصحاء الاسوياء او الاطفال ذوي الاعاقه. احنا عندنا نسبه اعاقه موجوده في المجتمع وكانت مهمشه زمان، وكان اي حد بيجي له طفل معاق يعني مش هنتكلم زمان كان بيحصل ايه، كانوا بيتقفل عليه في البيت ولو في ضيوف ما يخرجش قدامهم والحاجه دي. دلوقتي مع الفكر الجديد والتطور ابتدى يبقى في نعمل ايه، ننمي قدرات الطفل ده، نخليه يعني على الاقل لو قلت ان انا وصلت بالطفل المعاق ان هو ياخد باله من نفسه سواء اكله وشربه الحمام، انا كده بالنسبه لي شلت عبء كبير من على الاسره ومن على المجتمع. احنا في مركز رعايه الاطفال ذوي الاحتياجات الخاصه، وهو تابع لكليه الدراسات العليا للطفوله في جامعه عين شمس. احنا اكبر مركز حكومي متخصص في علاج وتأهيل الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، بنتعامل مع جميع الحالات، شلل حركي، شلل دماغي، توحد، تأخر عقلي، جميع الحالات بنتعامل معها. بنقدم حوالي 28 خدمة ابتداء من كشف طويل الأطفال، كشف طبيب أعصاب الأطفال، جميع اختبارات الذكاء بتتعمل عندنا، وبعد كده بيبتدي العلاج في صورة جلسات، سواء جلسات علاج طبيعي سواء جلسات علاج مائي. واحنا بالمناسبه عندنا اكبر حوض علاج مائي في نطاق الجامعات الحكوميه في حدود علمي كاستاذ جامعه. عندنا حاجه مهمه قوي كمان اللي هو العلاج بالاكسجين المضغوط، وده بينفع قوي في حالات التوحد. ولي الامر بيلاقي كل الخدمات موجوده في مكان واحد. احنا عملنا الاوضه اللي هي الوحده دي العلاج الحسي الحركي عشان تساعد الأطفال اللي هم عندهم مشاكل في النماء أو التطور النمائي، منهم الأطفال الأوتيزم وأطفال الحركة الزايدة وأطفال تأخر اللغة وأطفال الإعاقات الأخرى المختلفة. الخدمات دي تكاد تكون مجانية، احنا الكشف عندنا بحوالي 15 جنيه، يعني بنتعامل مع طبقة معدمة يعني، وبتبقى أكبر كارثة لما بتكون الأم عندها كذا طفل معاق. أحب أقول بقى إن إحنا مركز حكومي، فإحنا أي حد يحب يساعد، لأن إحنا أسعارنا مخفضة، عندنا عدد عينين كتير، دايماً عندنا طموحات وأمال إن إحنا نبقى up to date، نقدم أحسن حاجة وآخر حاجة وصل بيها العالم.